يقول في سؤال الآخر: ما حكم خروج النساء وراء الميت عند تشيع الجنازة؟ النساء لا يجوز لهن تشيع الجنائز ولا الخروج إلى المقابر، وإنما هذا من عمل الرجال خاصة، لقوله صلى الله عليه وسلم: لعن الله زائرات القبور والمتخذين عليها المساجد والسرج. واللعنة تدل على أن هذا كبيرة من كبائر الذنوب، فلا يجوز للمرأة أن تزور القبور ولا أن تشيع الأموات، وإنما هذا من خصائص الرجال. نعم.